هل لا إله إلا الله قول باللسان أو قول يحتاج إلى عمل؟ هذه الكلمة هي أعظم الكلام الذي يتكلم به الناس وأفضل الكلام، وهي قول وعمل، ولكن مجرد القول، ولو كان مجرد القول لكان المنافقون مسلمين لأنهم يقولونها وهم مع هذا كفار، بل في الدرك الأسفل من النار أعوذ بالله من ذلك، لأنهم يقولونها باللسان من دون عقيدة ولا إيمان. فلا بد من قولها باللسان مع اعتقاد القلب وإيمان القلب بأنه لا معبود حق إلا الله، ولا بد أيضا من أداء حقها بأداء الفرائض وترك المحارم، لأن هذا من حق لا إله إلا الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي النص الآخر يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. متفق على صحته. فالحاصل أنه لا بد من قول مع يقين ومع علم ومع عمل، لا مجرد القول باللسان. فاليهود يقولونها والمنافقون يقولونها ولكن لا تنفعهم لما لم يأتوا بالعمل والعقيدة. فلا بد من العقيدة بأنه لا معبود حق إلا الله، وأن ما عبده الناس من أصنام أو أشجار أو أحجار أو قبور أو أنبياء أو ملائكة أو غيرهم أنه باطل، وأن هذا شرك بالله عز وجل، والعبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يؤمن الله حرم عليه ودمه. والنص الآخر عند مسلم: من وحد الله وكفر بما يعبدون دون الله حرم عليه ودمه. فدل على أنه لا بد من التوحيد والإخلاص لله. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اليمن معلما ومرشدا واميرا وقاضيا، قال له: ادعهم الى ان يوحدوا الله. فلما قال: ادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، فاذا فعلوا ذلك فاخبرهم ان الله تعالى خمس صلوات اليوم والليله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى صدقة تؤخذ من أنبيائهم وترده في فقرائهم. الحديث والخلاصة أنه لا بد من الإيمان بها قولا وعملا مع النطق، فيشهد أنه لا إله إلا الله عن علم ويقين وإخلاص وصدق ومحبة لمدلة من التوحيد وانقياد لحقها وقبول لذلك وبراءة وكفر من عدون الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون الإيمان بهذه الكلمة، يقولها عن يقين وأنه لا معبود حق إلا الله، وعن علم ليس فيه جهل ولا شك، وعن إخلاص في ذلك لا رياء ولا سمعة، وعن محبة لما دلت عليه من التوحيد والإخلاص، وعن صدق ذاك المنافقين يقولها بلسانه ويكذب بالباطن، وعن قبول ما دلت عليه من التوحيد وانقياد لذلك ومحبة لذلك والتزام به مع البراءة من كل ما يعبدون دون الله وكفر بكل ما يعبدون دون الله، كما قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم يصاب لها والله سميع عليم. ما الكفر بالطاغوت معناه البراءة من عبادة غير الله واعتقاد بطلانها، هذا ما الكفر بالطاغوت، يعني أن تتبرأ من عبادة غير الله وأن تعتقد بطلان ذلك، وأن العبادة بحق لله وحده سبحانه وتعالى، ليس له شريك، لا ملك ولا نبي ولا شجر ولا حجر ولا ميت ولا غير ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا.